عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه ونصلي ونسلم على نبي الهدى الموصوف بالأفضلية صلى الله عليه سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان واقتدى بشريعته ووالاه. اللهم صل وسلم عليه. وهاكم من قصة المولد النبوي الشريف برود الحسان العبقري صلى الله عليه ناظما من المولد الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلا. اللهم صل وسلم عليه. واستعين بحول الله تعالى وقوته فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أعطني اللهم قبره الكريم بعرش شديد.